أهلا بكم مشاهدينا في موجز الأخبار. أكد تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير أن محور النقاش بينه وبين وفد المجلس العسكري الانتقالي تمحور في تكوين المجلس السيادي الانتقالي، وطرح المجلس العسكري تمثيلا نسبيا للمدنيين. وقال تحالف في بيان إن الاجتماعات ستتواصل للانعقاد اليوم، وأكد أنه متمسك بوثيقة الترتيبات الانتقالية المنبثقة عن إعلان الحرية والتغيير. وشدد البيان على أن هذه بنود لا تراجع عنها، وأولها تسليم مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية. أصدر ولي شمال كردفان المكلف محمد خضر حامد عددا من القرارات بحل اللجان الشعبية وتجميد أنشطة الاتحادات والنقابات ووقف التصرف في كل الأراضي الحكومية في الولاية. وأعلن الوالي من خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين عن تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لمراجعة مشروع نفير نهضة الولاية ومراجعة الأراضي ومشروع درء أثار الجفاف والتصحر في الولاية وتجميد كافة الرسوم التي تستقطع باسم نفير نهضة الولاية. أكد والي الجزيرة المكلف اعتقال قيادات حزب المؤتمر الوطني بالولاية ووضع الغالبية منهم قيد الإقامة الجبرية في الوقت الذي تفتح فيه النيابة أو تفتح أبوابها لاستقبال وتقييد البلاغات ضد كل من تورط في الفساد من الرموز، حيث قال الوالي أو اللواء ركن عبد العزيز عثمان الوالي المكلف إنهم تلقوا العديد من البلاغات والشكاوى ضد رموز نظام الإنقاذ السابق، وتم الاستيلاء على دور المؤتمر الوطني وتجري عملية الحصر لكل ممتلكات النظام داخل الولاية. أكد ناطق رسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي انسياب صادر بترول الجنوب بصورة طبيعية، ونفى ما رددته بعض وسائل الإعلام حول توقف انسياب صادر بترول الجنوب. من ناحية أخرى، أشار اللواء إبراهيم جابر إبراهيم عضو اللجنة الاقتصادية إلى الالتزام القاطع بانسياب صادر البترول وأنه لا توجد عقبات تواجهه. شرعت هيئة الموانئ البحرية في استيعاب نحو 5000 من العاملين والموظفين المؤقتين في الخدمة المدنية المستديمة. وأعلن المدير العام للهيئة عمر بنفير استعداد الهيئة لاستيعاب كافة العمالة المؤقتة بالخدمة المستديمة، مبينا أن الكشوفات سيتم نشرها ابتداء من 30 من أبريل الجاري تباعا بكل أسبوع بمعدل 500 اسم من أسماء الموظفين و250 من العمال. هذا الموجز، موقعنا على الانترنت الشروق.net للمزيد. إلى اللقاء.